ليلى عبد اللطيف بتخفق في توقع صادم للبنانيين، والجمهور بيسخر منها وترد عليه برد صاعق. اهلا بكم متابعينا الاعزاء، متابعي قناة الابيض تي في، وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. والنهاردة معانا حلقة قوية جدا وساخنة، لكن قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا، وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير عشان يوصل لكل المتابعين للتوقعات. زي ما اصابت ليلى عبد اللطيف في توقعات كتير وحصلت بالفعل، سواء لاشخاص او لاحداث كتير في العالم، لدرجة ان متابعيها ومحبيها لقبوها بسيدة الالهام وسيدة التوقعات. لكن ليلى عبد اللطيف النهاردة اخفقت في احد توقعاتها واللي توقعتها للبنان، لما طلعت في برنامج صوت بيروت انترناشونال مع الاعلامي توني خليفة، وده لما سألها بتتوقعي مين ممكن يوصل لقصر بعبدة، فقالت على طول بدون تفكير جان عبيد النائب البرلماني اللبناني الشهير. لكن للأسف التوقع ده ما أصابش، لأن جان عبيد اتوفى اليوم عن عمر يناهز 82 عام بعد مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا. خبر وفاة النائب جان عبيد لاقى انتقادات واسعة وساخرة من توقعات ليلى عبد اللطيف، وده لأنها توقعت له أنه هيتم انتخابه كرئيس للجمهورية في لبنان، وده طبعا ما تحققش. لكن ليلى عبد اللطيف ردت على اللي هجموها وسخروا منها على صفحتها الشخصية، ونشرت صورة كتبت فيها لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعاتبوك بالواحدة وتركوا 99، هؤلاء هم البشر. وبعدها نشرت صورة لجان عبيد ونعته فيها قائلة رحم الله جان عبيد الإنسان والوزير وأسكنه قصور جنانه، وإذا كان الموت علينا حق فمن الحق عند الموت أن نخرس ونصمت ونترك حزن الفراق يأخذنا إلى الجواب الكبير. عندما يريدك الخالق إلى جواره تترك كل المواقع وتسقط برحيلك كل التوقعات. هذه هي إرادة الله، ومن كان منكم فوق مشيئة الله فليتكلم اليوم أو فليصمت أمام حرمة الموت. ده كان رد ليلى عبد اللطيف على الهجوم الفظيع اللي شنوا الكتير من ممكن نقول مهاجميها ومنتقديها، وما صدقوا لقوا نقطة ضعف أو خطأ في توقع عشان يوجهوا ليها الانتقادات ويسخروا من توقعاتها اللي قالتها. والحقيقة ان ده ما كانش التوقع الاول اللي اخفقت فيه ليلى عبد اللطيف، لكن كان فيه توقعات اخرى لم تتحقق في السنوات الماضية، وهي عقبت على ده وقتها مع توني خليفة وقالت إن ده مجرد إلهام وتوقع، ممكن يصيب وممكن يخيب، والإلهام مش هو علم الغيب. علم الغيب محدش بيعرفه غير رب العالمين، فأنا لو بعرف كل شيء 100% يبقى أنا أخاف من نفسي، وأنا بشر زي زيكم. وفعلا ده كان نفس التوجه اللي احنا دايما بنقوله في قناتنا وفي حلقات التوقعات، لانه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، كل دي مجرد توقعات والهام وفق اللي بيحصل من احداث في واقعنا او احداث حصلت في الماضي وبنتوقع حاجات ممكن تحصل على اثرها. دي كانت اخطر توقعات ليلى عبد اللطيف، وخطورة التوقع جاء من الهجوم عليه بالشكل الفظيع اللي حصل، و كم التعليقات السلبية والسخرية اللي اتقالت على ليلى عبد اللطيف، واحنا وضحنا وجهة نظرها وكلامها اللي قالته ردا على منتقديها. وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهاردة، شكرا لكم على المتابعة، ومستنيين تعليقاتكم على توقع النهاردة واللي حصل، واستنونا في فيديو توقعات جديد ومثير كالعادة، ودمتم بكل خير وسعادة.